ياسر دبابش ونجلاء أبو خريس. نجلاء، إذا أبدأ معك بالاستعدادات لجنازة الغد، هل من وفود عربية أو دولية وصلت حتى اللحظة للمشاركة في مراسم الغد؟ نعم يارا، الاستعدادات لهذه الجنازة المهيبة للرئيس التونسي الباجي قيد السبسي بدأت بالفعل على أرض الواقع وعلى قدم وساق. الوفود الرسمية تصل بشكل متتالي لتونس لحضور هذه الجنازة، وصل بحسب مختلف الأنباء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كذلك من المنتظر أن يصل مساء اليوم الرئيس البرتغالي، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد كبير من القادة العرب ورؤساء الوزراء يعني، وكذلك ممثلي الخارجية يعني في عدد من الدول وكذلك المنظمات الدولية. رئاسة الجمهورية تتحدث عن حضور ضخم لهؤلاء الزعماء والقادة العرب وكذلك من الدول الأوروبية والإفريقية لحضور هذه الجنازة للرئيس التونسي الذي توفي في سن 92، وتربطه علاقات دبلوماسية قوية مع أغلب الدول العربية والإفريقية والأوروبية. الرئيس الباجي نعم قايد نجلاء. السبسي تعتبره هذه الدول رجل يعني قاد المرحلة الحساسة التي تمر بها ابقي البلاد معي خاصة نجلاء، في السنوات الأخيرة يارا. سأنتقل إلى ياسر. ياسر، المراقبون اليوم في تونس كيف يتنبؤون بالخريطة السياسية للمرحلة القادمة؟ نعم يارا، هذه هي الخريطة السياسية لطالما شهدت شد وجذب وتغيرات، إذا كانت دراماتيكية أو حتى مفاجئة. عنصر المفاجآت كان الطاغي على المشهد السياسي التونسي مؤخرا، حتى إذا ما تحدثنا قبل رحيل الرئيس السبسي ما كانت مرحلة التوافق مع حركة النهضة، وبعد ذلك إنهاء مرحلة التوافق وغيرها من التطورات طرأت في المشهد السياسي التونسي. المتابعون يتحدثون عن إمكانية صعود شخصية وطنية، وإن كانت حتى هذه اللحظة لم تتضح معالم أبرز الشخصيات المرشحة لمنصب الرئاسة التونسية. يبدأ تقديم طلبات الترشح في الثاني من شهر أغسطس المقبل وحتى التاسع من الشهر ذاته. حتى الآن الأحزاب الكبرى في البلاد، أقصد هنا نداء تونس، النهضة، وربما ينضم إليهم أيضا حزب رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، حزب تحيا تونس، لم يتم الإفصاح رسميا عن مرشحيهم للرئاسة، وهذا ما يفتح كافة يعني الاحتمالات في المشهد السياسي التونسي في الفترة المقبلة على أبواب الانتخابات الرئاسية وحتى التشريعية التي ستقع تقريبا أو سيتم عقدها بعد شهرين ونصف من الآن. تقديم موعد الانتخابات الرئاسية جاء على إثر وفاة الرئيس السبسي، وتم تحديد موعد مبدئي وهو 15 من سبتمبر المقبل. ربما تكون هناك منافسة شديدة، لكن إذا ما تحدثنا عن المرشحين أو الشخصيات يعني التي سيتم ترشيحها من الأحزاب الكبرى، يبدو بأن ذلك سابق لأوانه، مع إمكانية أيضا صعود عدد من المستقلين، سيما وأن المستقلين قد تصدروا الانتخابات البلدية في العام الماضي وهي الأولى التي عقدت بعد ثورة عام 2011. نعم، كل ذلك يترك الأبواب مفتوحة أمام عدة احتمالات، إن كانت هناك يعني تقدم للأحزاب الحدثية أو التقدمية على حساب الأحزاب ذات المرجعية الدينية أو العكس تماما. شكرا جزيلا لك ياسر دبابش، الشكر موصول أيضا إلى نجلاء بخريس مراسلانا من تونس، شكرا لكما.